قالت مصادر مطلعة إن المفاوضات بين رئيس الجمهورية وجماعة الحوثي ما زالت مستمرة، وأكدت المصادر إن الرئيس هادي ربط استمرار المفاوضات مع جماعة الحوثي بسحب العناصر المسلحة حول العاصمة وإيقاف التصعيد. وكشف فارس السقاف مستشار رئيس الجمهورية في تصريح نشرته صحيفة السياسة الكويتية، كشف عن أن وفدا تابعا لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي سلم أول أمس قائمة بطلبات جديدة إلى هادي تتضمن إشراكهم في القرار السياسي وإعادة تقسيم الأقاليم وأن يشاركوا في اختيار رئيس الوزراء والوزارات السيادية ورئيس جهاز الأمن القومي والرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام.